لسه ما أكلتي شي لهلا؟ طيب اشربي شاي. شو بكي إسراء؟ شدي حالك يا بنت. انتي بس يا ريتك مخبرتيني كل شي من الأول. جينان أنا ماني عم صدق. إذا بتسمعي تهديداتها الواطي رح تعرفي خطورة الموضوع. يخرب بيته شو حقير. قال إذا ما بروح معه على البيت رح يورجي الفيديو لطارق. هو مصر ومعند وأنا ما كنت عارفانة كيف لازم أتصرف. والله عجزت يا جينان، احترت مع هالزلمة. كنت خايفة إنه طارق يصدقه. أنا ما خبرته لطارق بشي بنوب لأنه بخاف يفهمني غلط، لهيك ما قلت له ولا رحت على الشرطة، ضليت ساكتة. رح جن على قد ما عم فكر بالموضوع. أحياناً أفكر إنه أقتله وأخلص منه. شفتي؟ شفتي شو صار فيني؟ طارق صدقه وراح وتركني. ما توقعت يبعت له الفيديو، وهلا أخذ بنتي وطلع من البيت. بس أنا رح ورجي. هلا إجا دوري أنا لحتى أنتقم منه. طولي بالك حبيبتي، كله بينحل. الله كبير، ورح نلاقي حل هالموضوع. أكيد ما رح نضل قاعدين وعم نتفرج هيك. وكيف رح نلاقي حل بقى؟ خبرت الشرطة ليلة مبارح بس ما طلع بإيدهم شي، وطارق مسكر خطه والمكتب فاضي، تركني وراح. طارق عم يعاقبني لهيك اختفى لحتى يخلي قلبي يحترق. جاي على بالي اقتل حالي وموت، بلكي وقتها بيصدق إني ما خنته. شبكي إسراء، معقول تستسلمي بهالسهولة؟ خلينا نفكر بحل سوا. حتى لو سكر خطه، حتى لو راح على جزر القمر، نحنا رح نلاقي. نحنا منعرف كل رفقاته ومنعرف وين بيروح بالعادة. منلاقي وبكل سهولة كمان. رح نلاقي؟ ايه نحنا رح نلاقي. ها يا رب ساعدني لحتى لاقي. هلأ صار لازم تاكلي. خلصوا، من بكرة الصبح رح نروح لعند أمه، وأكيد وقتها رح نعرف شي معلومة. تمام؟ منلاقي ولا يهمك أنتي. إيه؟ يلا يلا كلي لشوف. إسراء، أهله دائماً بيتصلوا فيكي وبيبهدلوكي وبيسكروا الخط، معقول يقلعونا هلأ؟ إيه بس هدول بيضلوا أهله لطارق، معقول ما بيعرفوا وين موجود ابنهم؟ معلش خلينا نجرب، شو خسرانين؟ إيه معك حق، بس أنا برأيي إنه حتى لو بيعرفوا ما رح يقولوا لك، هنن أصلاً ما بيحبوكي. ما بعرف. إسراء لا تزعلي، رح ندور عليه بغير مكان. شبك خلي أملك بالله كبير. لحظة ليكي، طلعي لسه عنا 100 مكان. يلا امشي. Thank you.
خلاص جينان، خلاص شكلنا ما رح نلاقي، كأنه الأرض انشقت وبلعته. لا تفقدي الأمل يا بنت، رح ندور عليه بكل مكان. بعدين نحن مو لحالنا، يعني الشرطة عم بتدور. خلينا نروح على البيت، بكرة منرجع منكفي. ماشي. من زمان عم فكر بموضوع الشغل، كل مرة بقول رح أترك بس ما عم بقدر يا أسراء، ليكي لساتني علقانة بنفس الشغل. يا الله. إيه شو رأيك نفتح شركة؟ النص بالنص. اسمعي، بتعرفي بابا كان عنده مكتب عقاري، بده شوية تصليحات بس، وهيك مندور على طارق وبنتك، ووقتها منحكي مع كل المكاتب. بقصد وقتها مو معقول ما نلاقيهم يعني. جينان، انتي هيك رأيك؟ ايه شو صار لي ساعة عم بحكي معك لك؟ اسمعي، تتركي هداك البيت، هو ما في غير الذكريات السيئة، رح تعيشي معي، ومنه منكون قراب على المكتب. شفت رفيقتك كيف ذكية وبتعرف تحسبها؟ عن جد جينان انتي ما في منك، شكرا كتير لإلك، شكرا إلك من قلبي، رح نلاقيهم. ما بوعدك، لكن خلينا نبلش. موافقة. ليش معصبة هالمرة كمان؟ عم تسأليني؟ صار لنا شهرين بالمكتب، اطلعي وين لساتنا لهلأ. أوه، لساتنا بالبداية؟ وشو اتفقنا نحنا؟ قلنا ما رح نستسلم بالمرة. أنا تركت خبر بكل المكاتب بس لسه ما حدا رد علينا لهلأ. في مفاجأة، جبل ما إله أي أثر، ترك الشغل. روحة بلا رجع إن شاء الله. قالوا تفضل. نعم؟ عن جد حكيت مع طارق؟ تمام؟ متأكد إنه هو؟ طارق؟ سألي عارف؟ اسمعي شوي، خلص. لك شو صار لك؟ سألي؟ قلتلي الزلمة قاعد حدك؟ أعطيني سمع، بس كأنه في فرق بالعمر. لك أعطيني يلا. ألو؟ نعم؟ طيب، شكراً لإلك، شكراً كتير. طلع غير واحد. عدي شوي، طولي بالك، لا تزعلي إسراء. اسمعي، هالمرة طلع في تشابه بالأسماء، بس بكرة رح نلاقي لطارق. اوعك تفقدي الأمل. ماشي جينان، أنا عايشة على هذا الأمل، وأنتي بتعرفي الموضوع. بعرف. أنا مستحيل استسلم، ورح لاقي طارق وبنتي رفيف، ما رح أيأس. جينان، والله حاسة حالي رحجن، هاي مرت 15 سنة وما في خبر عنهم وبنهم. اسمعي، رفيقتك جينان مو قاعدة هون على الفاضي، وما رح تستسلم أبدا. حضرت لك مفاجأة ورح تعجبك كتير. نشرت صور زوجك وبنتك على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديوهات كمان. ايه مثل ما عم قلك، ليكي شايفة؟ إذا هرب منا بالواقع كيف رح يهرب منا هون؟ فكرة خطيرة، الله يخلي لي إياكي جينان. ايه تعي اسراء، يلي توقعت لك يا عم بيصير. في حدا عم بيقول انه بيعرف طارق، ان شاء الله تزبط معنا. بس ماني متأكدة اذا صح، لهيك ما حكيته. ما بعرف انت شو رأيك بالقصة جينان؟ كيف ما حكيته معه يعني؟ كان لازم تخبريني، هلأ عم تقليلي؟ شبك، ايه خلصنا بقى، روقي، المعلومات مانا موثوقة كتير، قري الرسالة اذا بدك. ليكي حتى مبين انه حساب مزيف، يعني ممكن يكون محتال. مزبوط، الحق معك. أوه، تأخر الوقت كتير، أنا رايحة على أنقرة، لازم لحق. إسراء، خلي عندك أمل، أوعك تستسلمي بنوب. يلا لشوف، ملف أنقرة جاهز. تمام. انتبهي على حالك. دعيلي. مع السلامة.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.